معكم الناس جينا من السنتر ديال مراكش واتجهنا نحو أوريكا إن شاء الله باش نفطروا هنايا والأجواء علاش جينا هنايا حيت لقاو راحتنا هنا حدا الواد وكما كتشوفوا هنايا الواد والراحة الناس واخدين راحتهم وكيفطروا هنا حيت كتعجبهم الأجواء هنايا مع حدا الواد وراك كما كتعرفوا مراكش شوية سخونة وداكشي علاش كيجيو الناس لهنا باش انهم يرتاحوا وياخذوا الجبد ديالهم تاع الفطور تاع رمضان. هذه ماشي اول مره بيان سور، هذه شي ثوازيام فوا كنجيو هنايا نفطروا. ممكن نجيو حنا العائله والحباب مره سا ديبون. العمل انا كوميرسون يعني فكرت اليوم تكون فكره زوينه، قلت تكون خرجه زوينه نجيو نبدلوا الجو شويه مع الواد راك عارف نوريكا الطبيعه جو زوين، يعني كيجيو الناس مع العائله مع الاحباب ديالهم كما كتشوفوا هنايا اجواء عائليه، ما كاينش هذاك الشيء ديال كما كنسميوه حنايا اونتر بارونتيز العراج ديال المدينه. نعطيك واحد المثال راه باش يجيب لك بنادم خبزه من المدينه يجيبها لك لهنا راه ماشي ساهله، دونك ما بغات تكون الاثمنه تقبل عليها، وثانيا ما كاينش شي اثمنه اللي فهمتيني فايت القياس ديالها، فهمت يعني بين وبين ماشي شي حاجه كثيره. اخويا جينا من مراكش، مراكش اخويا الحراره اخويا الصد لا اله الا الله، تقرنا اخويا راه 58 والله ما 48 اخويا لا اله الا الله، تنجيو هنا اخويا راه متنفس هنا يا اخويا لا اله الا الله. احسن قاعده واحسن جو و اي عام تلقاني هنا في رمضان تندوز تنفطر هنا في هاد البلاصه نيس. بالنسبه للاثمنه اثمنه مناسبه جدا جدا، هاد الاثمنه ما نلقاوهاش في مدينه مراكش ولا في مدينه في المدن ديال المغرب. ومرحبا بكم 360 360 مرحبا بكم، رمضان كريم رمضان كريم 360.